اشتهرت منطقة دقة برقة في الموصل القديمة على امتداد سنوات طويلة وإلى حدود سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابية ببيع أنواع عديدة من الخبز. يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف في أحد مقالاته المعنونة منطقة دكة برقة في الموصل والمنشور على مدونته أن المنطقة سميت بهذا الاسم نسبة إلى امرأة كانت تجلس لتبيع الخبز الذي تصنعه في بيتها واسمها بركة. ويضيف العلاف في مقاله أن عددا من الروايات يقول أن بركة الخبازة كانت في فترة المجاعة التي مرت على المدينة في شتاء 1917 تخبز الخبز في بيتها وتوزعه على الناس الذين كانوا يعانون من الجوع ولم تقم ببيع الخبز كما ذهب البعض إلى ذلك. الروايات حول أصل تسمية منطقة دكة برقة بهذا الاسم تختلف حسب المؤرخين، لكن الثابت أنها سميت نسبة إلى امرأة موصلية تدعى بركة كانت تقوم بخبز الخبز في بيتها، ولعل هذا ما يفسر شهرة المنطقة بالخبز. اشتهرت منطقة دكة برقة بعدة أنواع من الخبز لا تجده إلا في هذه المنطقة، حيث كانت ربات البيوت تتفنن في إعداد الخبز وطهيه على الحطب الذي كان يعطيه نكهة ومذاقا مميزا. دكة برقة الخبز اشتهرت فيه من زمان، يعني يخبزون بالأول كان على حطب، الحطب اللي طعم ملذذ الخبز أكثر مما الغاز، وكان يخبزون أنواع من الخبز، ما خبز نوعية واحدة، يسموه وطل وبراشين وخبز عادي. البراشين يستفاد منه أبو القلية وأبو التشريب، والمطل يستفاد منه أبو الكباب، وأكو ناس تخبز بس ما عرب، يخبزون خبز رقاق وخبز خبز صاجة. نوعية الحطب هو دور. يا شلون؟ هذا الحطب بس عاد تخبز بالبيت على الكهرب ينشف الخبز. على الحطب لا ما ينشف، ليش؟ لأن الحرارة على مراحة تجي ما دفعة واحدة. وتلاقيه ألذ لأن مي نكهة نكهة النار الصحيحة. كله راح انتهى، كله تعلموا على خبز الفرن وعلى خبز الغاز بالبيوت، والناس كانت من الأول تشتغل مناطق يعني معلومه بالخبز وغيره، تشتغل غير خبز. احنا دشت برقة يخبزون خبز، احنا المشاهد مشهورين نسوان بالنسج مع الدشاديش الخارج، كل منطقه مشهوره بشغلتها. بيع الخبز في منطقه دكة برقة بالموصل القديمه كان من ابرز المهن في هذه المنطقه، حيث يشكل مصدر رزق لعدد من العوائل. دكة برقة اشتهرت هي اكثر شيء مشتهره بالخبز، بالسلات كانوا يبيعون بالسلات عش على الرصيف، وكان الخبز يعني اكثر شيء طحين، يعني قليل الحنطه خالص كانت بالبيوت، كانوا يخبزون امهاتنا واخواتنا كلهم كانوا يخبزون بالبيوت، ولادهم يبيعون على الرصيف. شلون العالم كلها كانت تشتري من السلات، يتعنون كانوا من اليسار يجون يشترون على مود ياخذون من السلات نكهه خاصه. أكو منهم على الطين وأكو منهم على الحديد يخبزونه، لا طيب على الطين. خبز منطقة دكة برقة كان يجد طريقه إلى بيوت الأهالي في مختلف مناطق الموصل، كما كان يجد طريقه إلى المطاعم التي كانت تعتمد عليه بشكل أساسي بدل خبز الأفران. هو الخبز أستاذ، هو الشان قبل يبيعوه بالأسلال، فهذا كان أفران ماكو قليلة، فكان يخبزون بالبيوت. يعني جدي وجدتي احد الخبازين، فجدي على البايسيكل، فعنده بايسيكل يخبزون الليل كله، فالصبح من الصبح يخلي الاسلال على راسه تشعشع، وعلى تشعشع على الستيرن هاي الصينيه، ويطلع يوزع على المطاعم. ليش يختلف عن هسه؟ يختلف عن هسه يعني ايش اقول لك، يعني الطحين حنطة خالص يعني قبل، فطحين درجة أولى، فهسه كله طحين، يعني ما حتى عم بيعه، يعني ما الوجبة عم بيعه يعني ما عم نخبز وعم نروح نشتري من هذا الصفار. طعمه ريحته طيب،
وطعمه يعني قبل ريحته طيبة وطعمه زين. بعد سيطرة داعش الإرهابي على الموصل وحتى بعد عمليات تحرير وعودة عدد من العوائل إلى المنطقة، اندثرت مهنة بيع الخبز في دكة برقة. كانوا يخبزونه بالبيوت، يخبزونه بالبيوت يطلعون يبيعونه برا، وكان له نكهة طيبة يعني ما مثل خبز السوق. ليش تنميت طحين؟ نوعية الطحين، نوعية كانوا يطبخون قسم يخبزونه على الغاز وقسم على الطين. الطين أطيب، الحرارة لها دور. زين هسه ليش انفقدت؟ ما من صارت الأحداث كلها انضغبت بيوتها ودمرت، ما ظل يعني ما ظلوا يخبزون بالبيوت.